الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. ما تنسوا نشب لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا شاهد الرأي الذئب الأبيض في المنام دليل على وفاء وإخلاص الأصدقاء المقربين ربنا من صاحب الرؤيا، والله أعلم. كما تدل رؤية الذئب الأبيض في المنام أن صاحب الرؤيا محب لأسرته وعائلته بأكملهم، والله أعلم. أما رؤية الذئب الأبيض في منام المرأة المتزوجة دليل أن هناك شخصا ماكر وخبيث يتربص بهذه المرأة ليلحق الضرر بها في حياتها وحياتها الزوجية، والله أعلم. فعليها الحذر. إذا سامع الرائي عواء الذئب في المنام يدل أن هناك شخصا يحاول إلحاق الهزيمة بصاحب الرؤيا، والله أعلم. كما تشير رؤية أن الشخص يتعرض إلى السرقة في حياته الواقعية، والله أعلم. كما أن عواء الذئب في المنام ينعكس بشكل سلبي على صاحب الرؤيا. رؤية قطيع من الذئاب في المنام دليل أن الشخص مقصر ومبتعد عن الله عز وجل، والله أعلم. إذا رأى الشخص قطيع كثير من الذئاب في المنام فهذا يعني وجود أشخاص يريدون إزاء الرأي، والله أعلم. كما تدل الرؤية على ضعف عقيدة هذا الشخص بشكل عام، والله أعلم. كما تعني هذه الرؤية أن الرأي يظهر بوجه أمام الناس ويخفي وجها آخر، والله أعلم. إذا شاهد الرأي أنه يقتل ذئبا في المنام فهذا يعني أنه سيفتقد إلى شخص عزيز عليه الأيام القادمة، والله أعلم. كما تشير الرؤية على الخسارة المادية التي ستواجه الرأي في حياته. كما تدل رؤية قتل الذئب في المنام على تعرض الرأي إلى انتقادات متعددة من الأشخاص المقربين منه، والله أعلم. وإذا رأى الشخص مقتل الذئب في المنام فهذا يعني أن الشخص ستلحقه المشكلات الكثيرة، والله أعلم. إذا رأى الشخص الذئب في المنام فهذا يدل أن هناك شخصا يدبر ويخطط لسرقة منزل الرأي، والله أعلم. كما تدل رؤية الذئب في المنام أن صاحب الرؤيا قرير جدا في قراراته، والله أعلم. رؤية الذئب أيضا دليل على الأخبار التي يسمعها صاحب الرؤيا الأيام القادمة. رؤية الذئب أيضا دليل على كثرة المنافقين في حياة الرأي وتربصهم بالرأي. إذا رأى الشخص في منامه أن الذئب يهجم عليه في المنام فسوف تلحقه بعض الهموم والأحزان في حياته، والله أعلم. كما تشير رؤية هجوم الذئب في المنام أن هناك من يتحدث بالسوء عن الرأي في حياته الواقعية، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.